مع الأسف أريد أن أقول أننا نحتاج إلى شيء آخر بغض النظر على أهمية هذه المواضيع، شيء آخر من ناحية السياسية. اسمحوا لي أقول لكم بأن اليوم اللي تنشاهده في الساحة السياسية مع الأسف لا تفرح شيء بزاف. اليوم كأن كل ما هو أمامنا هو عينينا على 2021، يعني السياسة والحلول ديال المشاكل ديال المواطن هذه كيمكن لها تنتظر حتى نشوفوا شكون اللي غادي يفوز في 2021. 2021 راه باقي له عامين، عامين ونص، والمواطن راه عنده مشاكل اليوم، وكنا تنتمناو ان السياسة تكون فعلا منصبة على البحث عن حلول، على البحث عن مشاكل. ويسمحوا لي الإخوة الوزراء اللي هنايا حاضرين ولا الغائبين، أنا تنتأسف لما تنشوف أن على طول الأسبوع عدد من الوزراء تيمشيو يديروا السياسة، وتنتسائل فوقاش غادي يخدموا هاد المشاكل ديال المواطنين إلى كلهم تيخصهم غير يمشيو يعني يصرفوا المواقف ديال الحزب. فأتمنى أن نعود شيئا ما إلى الواقع. الزمن السياسي عنده ومواقيته، كاين وقت الانتخابات، كاين وقت العمل، كاين وقت تنزيل ديال البرامج. واليوم المواطن راه عنده مشاكل، وراه كاين ينتظر فعلا من الفئات السياسيه ومن القوى السياسيه انها تنكب على هذه المشاكل، والا كيف يمكن ان نجدد اسلوب العمل السياسي اللي كنا كنسعوا له؟ كيف يمكن ان نعيد يعني المنقطعين من الانتخابات الى الحقل السياسي الى كنا باقين يعني يلاه تنتسابقوا شكون هو اللي غادي يجي الاول، شكون اللي غايجي الثاني، وشكون اللي غايجي الثالث. انا تنظن بان اليوم كذلك خصنا نعطيو واحد اشاره ان البلاد محتاجه الى عمل سياسي جاد، الى عمل سياسي واقعي اللي ينكب على المشاكل ديال المواطن، وينتظر الوقت المناسب للتنافس عن المواقع، وهذا طبيعي وهذا مشروع، ولكن ما خصو شيء يكون هو بوحده اللي تيتحكم في المشهد السياسي. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.